كبيرة من التلفزيون العربي في لندن وفيها 15 قتيلا على الأقل في ريف إدلب في قصف روسي رغم سريان وقف إطلاق النار المتفق عليه بين أنقرة وموسكو. روحاني يحذر القوات الأمريكية والأوروبية في المنطقة، وفرنسا تدعو طهران إلى الموافقة على محادثات حول اتفاق نووي جديد. وفي موضوعنا المغاربي، فرنسا وألمانيا تأملان في إحراز تقدم في مباحثات برلين بشأن ليبيا الأحد المقبل. وفي فقرة الإعلام الجديد لهذا المساء، ما قصة الاتهام الموجه لفادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم؟ أهلا بكم. قتل 15 مدنيا على الأقل وجرح العشرات من جراء غارات شنتها طائرات روسية على مدينة إدلب شمال غرب سوريا، وذلك رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد أن أعلنته موسكو بموجب اتفاق مع أنقرة. وقال شهود عيان إن غارات لقوات النظام السوري استهدفت المدينة الصناعية وسوق الهال المجاورة في مدينة إدلب، فيما نقلت مصادر ميدانية أن الطائرات روسية وسورية شنت أكثر من 100 ضربة على مناطق مختلفة في المحافظة اليوم. أنين الجرحى يطغى على كل صوت، فمشافي المدينة باتت تغص بالجرحى في اليوم الثالث من اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه بين تركيا وروسيا، فالغارة استمرت بوتيرة كبيرة كان آخرها استهداف مركز مدينة إدلب. في أطفال هتشتغل لتعيش، في عالم هتشتغل لتعيش، هتاكل لقمة العيش. اجي تنفذ الطيارة هون، لهون لا عنا ارهاب، لا عنا شيء ولا عنا شيء، يعني كل واحد عم يشتغل هون لحتى يعيش وياكل لقمة العيش. طالعنا عالم محروقة، طالعنا عالم مقطعات ايديا ومقطعات اجريا، عالم اشلاء. باذن الله حسبنا الله ونعم الوكيل، الله ينتقم منهم بس. عشرات المدنيين وقعوا ما بين قتيل وجريح جراء استهداف حي الصناعة داخل مدينة ادلب، الحي الذي يعتبر من المناطق المكتظة بالاهالي، كما خلف دمارا كبيرا في ممتلكات المدنيين ومحالهم. صمود لم يدم لوقف إطلاق النار، فعشرات الطائرات استهدفت مدن معرة النعمان وأريحة وبلدات تلمنس ومعرشمشة ومعرشورين ومعصران التي باتت خالية من سكانها بعد نزوحهم بسبب قصف قوات النظام الجوي والبري المستمر. حاله كحال بقية الاتفاقيات التي تخص إدلب، بات وقف إطلاق النار المتفق عليه قبل عدة أيام حبرا على ورق، وبحكم الملغي بتوقيع طائرات النظام ودعم الحليف الروسي. مجازر مستمرة جراء غارات قوات النظام وغارات حليفه الروسي، مما يثبت عدم جدية نظام الأسد وروسيا باتفاق وقف إطلاق النار. خالد إدلبي، العربي، مدينة إدلب. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب الصحفي عمر كوش. أهلا وسهلا بك أستاذ كوش. ما الذي يبرر اليوم هذا الخرق للهدنة الذي تم الاتفاق عليها بين موسكو وأنقرة؟ بداية مساء الخير لك والمشاهدين جميعا. يعني باعتقادي الهدن كلها تتشابه، والهدنة الأخيرة التي أعلنتها موسكو بالاتفاق مع أنقرة، يعني الحقيقة هي يعني عبارة عن هدنة لا تتضمن وقف إطلاق النار على الأقل دائم. ولم يمضي ساعتين الحقيقة على إعلانها في 11 من الشهر الجاري حتى طبعا اخترقت الطائرات الروسية وطائرات النظام هذه الهدنة وقامت بقصف المناطق، واليوم طبعا ارتكبت مجزرة. لا شيء يبرر الحقيقة هذه الجرائم. لكن من وجهة النظر الروسية أستاذ كوش، لو أرادت أن تبرر لأنقرة، كيف تبرر هذا الخرق وهذا القصف الذي حصل اليوم؟ يعني أعتقد تبريرات موسكو يعني ليست هي بحاجة لتبرر لأنقرة، لأن هناك تفاهمات بين الطرفين يعني الحقيقة، ولا يمكن القول أن هناك تعارض بين موسكو وبين طبعا أنقرة حيال ما يجري في إدلب، لأن الأمور الحقيقة بدأت منذ بداية مسار أسيتانا، وكل الهدن والمصالحات ووقف إطلاق النار جرى من خلالها قضم جميع مناطق المعارضة بدءا من الغوطة وصولا إلى الجبهة الجنوبية إلى القلم
طرقمون إلى ريف حلب الشمالي إلى ريف إدلب أيضا، ولكن هناك إلى ريف حماة ثم اليوم إدلب. يعني صحيح هناك إصرار من النظام السوري على إتمام السيطرة على الشمال الغربي لسوريا، وهذا الأمر الذي لن تقبله أنقرة بأي حال من الأحوال. هناك لقاء أمني على أعلى مستوى جرى بين النظام السوري، بين رئيس مكتب الأمن الوطني وبين رئيس جهاز المخابرات التركية رتب له الروس. هل برأيك هذا الاجتماع عمق الخلاف بين الطرفين بدل أن يقرب وجهات النظر؟ يعني الحقيقة المسعى الروسي في يعني تطبيع العلاقات ما بين النظام وبين طبعا أنقرة يعني يجري منذ زمن الحقيقة، والزياء واللقاء ليس هو الأول الحقيقة ما بين علي مخلوف المجرم علي مخلوف وطبعا رئيس الاستخبارات التركية حاكان فيدان. يعني جرت لقاءات أخرى كانت تجري في الخفاء، لكن لأول مرة يجري الإعلان عن هذا اللقاء، وهذا طبعا حقيقة الأمر الجديد الذي يعني جرى عنه. أنا في اعتقادي هذا يدخل ضمن المساعي لبناء تفاهمات ما بين النظام وبين أنقرة برعاية الروس، من أجل يعني أولا الاتفاق على طبعا على منع قيام أي كيان كردي ووحدات حماية الشعب الكردية ومخرجاتها في شرق الفرات، وهي نقطة تلاقي بين الطرفين، لأن الهاجس الأمني التركي هو ضد هذه الوحدات وأيضا النظام. ثانيا أيضا طبعا تركيا تريد أن تحافظ على نفوذها في مناطق درع الفرات ومناطق نبع الزيتون ومناطق طبعا غصن الزيتون، وبالتالي ترتب أنقرة مع يعني دمشق برعاية موسكو ترتيبات أمنية تحفظ مصالح كلا البلدين. نعم، الكاتب الصحفي عمر ركوش كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا سننتقل إلى فقرة وسائل التواصل الاجتماعي وإلى الزميلة دانيا أرشيد وماذا كتبت عن هذا الموضوع. تفضلي دانيا. شكرا رويدة. اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي في الحديث عن الأوضاع في إدلب، وتداول الناشطون فيديوهات وصورا ترصد القصف الذي تتعرض له المنطقة، كما تداول النشطاء هذا الفيديو وقالوا إنه لقصف المنطقة الصناعية في إدلب. وعن الأوضاع في إدلب غرد أحدهم قائلا عمليا على الأرض عاد الوضع إلى ما كان عليه قبل إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين تركيا وروسيا، أما الآن فطائرات ومروحيات النظام وروسيا تحلق في أجواء ريف إدلب الجنوبي وتستهدف الأحياء السكنية فيها بالصواريخ والبراميل. أما حجار فيقول حتى في الإعلام اختفت إدلب. رصدنا لكم بعض ما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص آخر تطورات المشهد السوري. شكرا وبالعودة إليك رويدة. شكرا لك دانيا. حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن الجنود الأوروبيين في الشرق الأوسط قد يتعرضون للخطر بعد إعلان ثلاث دول أوروبية تفعيلها آلية النزاع في الاتفاق النووي. تصريحات روحاني تمثل أول تهديد مباشر لأوروبا مع استمرار التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو أيار العام الماضي. تراجعوا عن أخطائكم ونحن جاهزون. اليوم الجندي الأمريكي ليس في أمان، وغدا يمكن أن يكون الجندي الأوروبي كذلك. نريد أن ترحلوا من هنا. رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أي مفاوضات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة. وخلال مؤتمر القيادة العالمي المنعقد حاليا في نيودلهي قال ظريف إن مستقبل الاتفاق النووي يتوقف على أوروبا. كان لدينا صفقة مع أمريكا وكسرتها الولايات المتحدة، وفي حال عقدنا صفقة ترامب فكم من الوقت ستستمر؟ 10 أشهر أخرى؟ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية كان من بين أفضل الصفقات. سنرد على رسالة الدول الأوروبية الثلاثة بشأن الاتفاق النووي قريبا.
وفي أول رد أوروبي على التصريحات الإيرانية، قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إن الحل الوحيد لأزمة إيران يتمثل في موافقة طهران على محادثات حول اتفاق جديد موسع وتخفيف أمريكا للعقوبات. وحذر لودريان من أن الاتفاق النووي مع إيران في خطر، داعيا طهران إلى الوفاء بالتزاماتها في الملف النووي. وأوضح الوزير الفرنسي أن آلية حل النزاع في الملف النووي مع إيران تستهدف حلا دبلوماسيا للخلافات. ومعنا أعلنت قطر والعراق الاتفاق على العمل المشترك لخفض التصعيد وحدة التوتر في المنطقة إثر المواجهة الأمريكية الإيرانية الأخيرة على الأراضي العراقية. وقال وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، قال إن زيارته بغداد جاءت لتباحث في مستجدات الأوضاع وخفض التصعيد في المنطقة. بدأ جزء من التخفيف في حدة التوتر في المنطقة، ونتمنى أن ذلك يستمر. دولة قطر تؤكد على دعمها للعراق ودعمها للشعب العراقي ولسيادة العراق ووحدة أراضيه، وسنستمر في هذا الدعم وفي هذا الموقف. العراق دولة تقع في محيط صعب ومدت أيديها لمحيطها، ونشيد بتحركاتها الأخيرة في توطيد العلاقات مع الدول العربية ودول الجوار. بدوره أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم موقف بلاده الساعي للتهدئة وحرية الملاحة في الخليج، وشدد الحكيم على ضرورة احترام سيادة العراق من جميع الأطراف ورفض تحويل الأراضي العراقية لساحة صراع. كانت المباحثات مبنية على التهدئة في هذه المنطقة بشكل كبير، وأيضا ركزنا على أن لا يكون العراق ساحة للمعارك بين الطرفين. نحن مع سياسة التهدئة، نحن أيضا مع حرية الملاحة في الخليج. نشر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نصائح للتظاهرة المليونية التي من المقرر انطلاقها يوم الجمعة المصادف 24 من الشهر الجاري للدعوة إلى طرد القوات الأمريكية من أراضي العراق. يأتي ذلك وسط مخاوف شعبية من دعوة الصدر هذه للالتفاف واحتواء الحراك الشعبي. لا شك بأن النقمة الشعبية على الطبقة السياسية تتصاعد في العراق، فالحراك الذي دخل شهره الرابع لم تنظر الأحزاب السياسية إلى مطالبه حتى اللحظة. ولا شك أيضا أن هناك خشية في الشارع من محاولات الالتفاف على الحراك، وخاصة بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى مليونية للاحتجاج على وجود القوات الأمريكية في العراق، لا بل في المنطقة برمتها. إذا كانت صالحة أن أشارك به، وإذا مو صالحة أنا ما أشارك به. ليش؟ ما يعني احنا شباب، احنا ثورتنا شبابية، احنا ما شايفين شيء، احنا الريشي يعني نريد نعيش. اذا صالحة للمظاهرات وهاي المظاهرات طالعة والثوار كنا نطلع الشام على مدم الشهداء ودماء العالم طاحت. يريدها مليونية لإخراج ما وصفه بالمحتل في إشارة إلى التواجد العسكري الأمريكي على أرض العراق. دعوة الصدر هذه جاءت بعد لقاءات جمعته بقيادة فصائل مسلحة تتبع الحشد الشعبي في مدينة قم الإيرانية. هناك البعض يحاول من لملمة البيت الشيعي ربما من جديد، لملمة فصائل المقاومة، محاولة إعادة إنتاجها من جديد. كل هذه قد تكون عوامل تدفع إلى الاجتماع أو اللقاء ما بين السيد هادي العامري والسيد مقتصد. أيام تسبق دعوة الصدر إذن الذي حدد 24 من الشهر الحالي موعدا لتظاهراته المليونية. أيام مقبلة ربما سيتم استغلالها من الحراك الشعبي للتأكيد على مطالب المتظاهرين وترشيح شخصية مستقلة تقود حكومة على أمل أن تضع حدا للأزمة المستعصية في البلاد. لم يخفي من في هذه الساحة تخوفه من أن تؤثر التظاهرات المطالبة بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، لكن الحراك الشعبي يؤكد الإصرار على استمرار الضغط على الطبقة السياسية لتنفيذ مطالب المحتجين. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد.
طالب مكتب الادعاء العام في أوكرانيا السلطات الإيرانية بتسليم كييف الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران. يأتي ذلك إثر عودة فريق التحقيق الأوكراني من طهران منهيا عمليات التفتيش وسط الحطام، فيما يستقبل الرئيس الأوكراني أسر الضحايا وقد مر أسبوع على فاجعة الطائرة. مر أسبوع ليس ككل الأسابيع، هو الأصعب في حياة هذا الشاب الذي ينتظر زوجته مضيفة الطائرة. لن تعود من طهران إلا ممزقة في نعش مع أشلاء 11 قتيلا. يحتضن صورة زوجته، يعيدها بين صور الضحايا، ويغادر المكان الذي أصبح زاوية مقدسة تتزحم فيها ورود وشموع الحزن في بهو المطار. للأسف من بين الضحايا 11 أوكرانيا بينهم 9 يعملون في إيران لم يخطر على بالهم أن يعودوا إلى وطنهم في نعوش. هذا أمر مؤلم ونحن في فترة أعياد. الحكومة الأوكرانية باتت تحت ضغط الشارع وأسر المتضررين لتسريع استعادة أشلاء الضحايا، وقد طمأنت بأنها أرسلت طائرة عسكرية وفريقا متخصصا للملمة أشلاء القتلى وأغراضهم. عمل فريقنا المشكل من 45 محققا من مختلف التخصصات في طهران لعدة أيام، تحققنا خلالها من تعرض الطائرة إلى تفجير، وسيذهب فريق آخر إلى هنالك للتعرف إلى الضحايا بتقنيات بينها الحمض النووي. لم يعد هنالك ما ينبش وسط حطام الطائرة التي باغتها الصاروخ الإيراني، هكذا أعلنت الحكومة الأوكرانية، وقد أعادت فريق المحققين من طهران لينفجر بوجهها فيديو جديد عن صاروخ إيراني ثان يرجح أنه أصاب الطائرة ومزقها بعد 30 ثانية من الصاروخ الأول الذي قطع اتصالاتها. بالنسبة للأوكرانيين، الإيرانيون لا يقولون كل شيء. الصندوق سيكشف أسرار الطائرة التي كانت ضحية لصراع واشنطن وطهران، باتت خسارة جانبية لحرب لم تقع. مسار الطائرة الأوكرانية قبل أن يباغتها الصاروخ الإيراني في سماء طهران بات نقطة خلاف جديدة. هل اقتربت من موقع عسكري أم سلكت مسارها الاعتيادي؟ الأجوبة عن هكذا تساؤلات ستضبط بشكل كبير حجم المسؤوليات والتعويضات. صابر أيوب، العربي، كييف. احتجد عدد من المحتجين اللبنانيين عند أحد فروع مصر في لبنان بمنطقة البحصاص في طرابلس شمال البلاد، وقال مراسل التلفزيون العربي إن المحتجين قطعوا الطريق وتجمعوا أمام المصرف، وقامت مجموعة من المتظاهرين برشق المصرف بالحجارة، ما دفع مجموعة أخرى من المتظاهرين إلى التدخل للحيلولة دون استخدام العنف، كما تحركت قوات من الجيش لملاحقة راشقي الحجارة. وشهدت الليلة الماضية مواجهات عنيفة بين محتجين لبنانيين وقوات الأمن أمام البنك المركزي اللبناني، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع وأعلنت توقيف 59 شخصا. وقالت جمعية المصارف في بيان لها إن القطاع المصرفي يبذل ما في وسعه في سبيل المحافظة على ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وأن التأخير في تشكيل حكومة جديدة يضع المصارف في الواجهة وكأنها المسؤولة عن تردي الأوضاع الحاصلة. السهر ليلة الأربعاء في الحمراء لم يكن على أنغام موسيقى المطاعم، بل على وقع أصوات الرصاص والقنابل المسيلة للدموع. المصرف المركزي والمصارف المحيطة كانت وجهة المتظاهرين. احتجاز رواتب المواطنين وتقتيرها عليهم استدعى ردا عنيفا من هؤلاء. المصارف بحسب المتظاهرين بعدما هربت أموال كبار المودعين تحرم المواطنين من رواتبهم بذريعة الحفاظ على الاقتصاد. طلع النهار على الحمراء فبعث المشهد برسالة واضحة عنوانها التصعيد. نحن مدركين أنه بشكل أساسي
حركنا ضد المصارف، ولكنه مش محصور بالمصارف، وهيدا تمايز عن بعض احزاب السلطه اللي هي بدها تقوص ضربه هون او ضربه هون تتحمي حالها وتتحيط حالها وتتفرجي وكانه المشكل هو بس بالمصارف وبالحكومه ما في مشكل. التخريب لم يطل المحل المجاوره للمصارف، بل كانت الاهداف دقيقه على مرأى من صورة الفنانة صباح التي غنت لأنواع الأسلحة. تحولت الشوارع ساحات للمواجهة بأسلحة مختلفة. المناطق في لبنان عادت إلى مرحلة انتفاضة 17 من تشرين الأول أكتوبر. يقول المراقبون: بدنا نشكر حاكم مصرف لبنان على التصاريح غير القانونية يلي أدلى فيها خلال الحلقة المتلفزة واللي رجعت نبض الثورة. دائما الثوار بينطروا أغلاط سواء اقترفت من سياسة أو من شخص نافذ. مجموعات الحراك الشعبي والمدني تراهن على فشل السلطة ومتناقضاتها في تأليف الحكومة. عناصر القوى الأمنية التي أوقفت نحو 60 شخصا تعيش أسوأ حالاتها بحسب ضباط رفيعي المستوى، فالموجودون في الشارع يطالبون بحقوق أبناء المؤسسة الأمنية الذين بدورهم يتلقون التعليمات لا اعتقال المشاغبين منهم. المواجهة تتجسد على الأرض بين عناصر الأمن والمحتجين، الطرفان يعيشان المعاناة نفسها، والأيام المقبلة قد تشهد أكثر من احتمال، إما عصيان الأوامر والتزام السكنات، وإما إعلان الطاعة المطلقة لسلطة سياسية عينت الأجهزة الأمنية. حسين خريس، العربي، بيروت. بالعودة مشاهدينا إلى ملف الإيراني وملف تصريحات الرئيس الروحاني ضد الدول الأوروبية اليوم، ينضم إلينا من طهران الكاتب والباحث السياسي مصدق بور. أهلا وسهلا بك أستاذ بور. لماذا إيران تصاعد ضد الجميع؟ لماذا وهي في أحلك الظروف اليوم لا تبقي لها صديقا؟ الحقيقة يعني العكس هو صحيح، يعني هم يتكالبون ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني إيران تحاول أولا التهدئة، تحاول أن تحل المشاكل والأزمات بحكمة، وتوجه دائما دعوات، والموضوع النووي خاصة والخلاف الناشب حاليا مع الاتحاد الأوروبي. إيران ليست مذنبة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من هذا الاتفاق، والجانب الأوروبي وعد إيران بأن يملأ هذا الفراغ ووضع يعني شروط ووضع ويعني أبدأ السداد لتقديم امتيازات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووضع آلية الإنستيكس وما إلى ذلك، ولكن في الواقع العملي لم يترجم، يعني لم تترجم كل تلك الوعود يعني على أرض الواقع. طيب أستاذ بور، اليوم وزير الخارجية الفرنسي يدعو طهران، وزير الخارجية الفرنسي يدعو إيران إلى الدخول في مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي. لماذا لا تتلقف طهران هذه الفرصة للدخول في مفاوضات جديدة، ربما تدخل الولايات المتحدة مجددا على اتفاق لم تلغيه لاحقا؟ طبعا هذا المقترح الفرنسي هو المقترح الأمريكي، يعني إيران تختلف مع هذا المقترح. إيران جلست لعقد من الزمن، يعني عقدت مفاوضات عديدة مع الجانبين الأوروبي والأمريكي، وتوصل الجميع يعني بمشاركة روسيا أيضا، يعني الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن توصلوا إلى هذا الاتفاق النووي. يعني الاتفاق النووي لم يكن يعني وليد اجتماعات لسنة أو سنتين، وإنما لعشر سنوات، يعني تمت دراسة كل جوانب هذه القضية ووضعت آليات، وكان مفترض أن يتم المضي والتقدم بهذا الاتفاق، ولكن الجانب الأمريكي انسحب والجانب الأوروبي لا ثقة. صحيح. لا تثق، يعني صحيح. هناك طب أستاذ عدم ثقة اليوم عندما تقوم طهران بالتصعيد، ولهذا إيران ترفض هذا الشرط. صحيح. عندما تقوم إيران اليوم بتهديد القوات الأوروبية في المنطقة، هل فعلا قادرة إيران على مواجهة الجميع؟ هل لديها القدرات العسكرية الاقتصادية على فعلا معاداة الكل؟ أه
طبعا يعني نحن إذا أردنا أن نقارن بين القدرة العسكرية الإيرانية والقدرة الأمريكية والقدرة الغربية، طبعا هناك فارق كبير جدا. نحن لا نريد أن ندعي يعني بأننا نمتلك، ولكن ما هو معلوم أن يعني الحرب ليست يعني لم تبقى حرب تقليدية يعني تعتمد على نوع السلاح، وإنما هناك حرب إرادات، يعني هناك تشابك يعني في مختلف أبعاد هذه الحرب. وإيران يتحارب أولا بقوة المنطق، وهم يحاربون بمنطق القوة، ومنطق القوة لا يجديهم نفعا يعني نعم. إيران يعني تشعر بأن لديها حاضن، يعني أولا بلد متماسك في الداخل، يعني هناك تماسك بين القيادة والقاعدة، وهناك أيضا من الناحية العسكرية إيران استطاعت أن تنهض بنفسها، واستطاعت أن تتوصل إلى إبداعات وإلى أسلحة تحاكي السلاح الأمريكي، وهذا ما نشهده اليوم. يعني لاحظي يعني هذه الضربة التي وجهت إلى القاعدة الأمريكية في عين الأسد، يعني لم يكن يخطر في بال الأمريكيين أن تستهدف تلك القاعدة من قبل إيران على ضوء تقديراتهم ودراساتهم العسكرية لنوع السلاح الذي تمتلكه إيران. كانوا يظنون أن إيران سوف تستخدم صاروخ، وهذا الصاروخ غير قادر على أن يتم التحكم به عبر الشاشة على بعد أكثر من 500 كيلومتر، ولكن هذا الصاروخ أثبت وضرب 10 أهداف، يعني إصابات دقيقة جدا. وضحت إيران الفكرة. تمتلك نعم. السلاح وتمتلك المعنوية وتمتلك القدرة، و الجانب الأوروبي والأمريكي هم غرباء يعني مصدق مبوذين حتى من قبل شعوب المنطقة. يجب أن ننتظر ماذا يحدث في العراق بالنسبة لهم على نعم. حال شعوب وضحت المنطقة الفكرة. عفوا عذرا لضيق الوقت مصدق بور الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. في السودان عاد الهدوء إلى العاصمة الخرطوم بعد إعلان السلطات سيطرتها على التمرد المسلح الذي نفذته عناصر في جهاز المخابرات العامة، وتسبب في مقتل 5 أشخاص رفضا لخطة لإعادة هيكلته. وفي مؤتمر صحفي أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي الحاكم في البلاد أن الحياة عادت إلى طبيعتها، وأن جميع المقرات الأمنية أصبحت تحت سيطرة الجيش السوداني، مؤكدا أنه لن يسمح بحدوث انقلاب في البلاد. من العار أن ترفع هذه الأسلحة بوجه الشعب السوداني. إحنا بنحيي الشعب السوداني، وستظل القوات متماسكة بكل منظوماتها بكل مكوناتها صفا واحد خلف مهام وحماية الفترة الانتقالية إلى أن تبلغ مبتغاها، ولم نسمح بأن يحكز أي انقلاب على الشرعية الثورية أو أي أحد يعبث بمقدرات الشعب السوداني. بعد يوم من التوتر الأمني في الخرطوم عادت الحياة لطبيعتها، ومعها استفاقة من الذهول وتساؤلات عن ما الذي حدث. طبعا بدأت بأشياء مطلبية، ويبدو أن طموحاتهم كانت عالية جدا في فوائد ما بعد الخدمة، وهي طبعا وفق الرواتب وفق سنوات الخدمة والرتب العسكرية محدودة ومحددة بلوائح، والجهاز قام بذلك وفق سنوات خبرتهم، وبالتالي هذه المسألة يبدو أنها تعارضت مع سنوات مع طموحاتهم. لم تختلف الروايات المختلفة عن الرواية الرسمية، فالحديث عن مستحقات أفراد الأمن هو العنوان الأبرز، رغم محاولات قراءة ما بين السطور وفهم ما جرى تحديدا أسبابه وتداعياته. هل ما وصف بالتمرد هو محاولة انقلابية كما وصفتها السلطة، أم أنها مطالب محقة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي يعتقد كثيرون أن هناك خططا للتخلص من بعض عناصره أو تغيير هيكلته؟ كان واجب على الحكومة أنه لا تهول الأمور ولا تضخمها، بل تحاول معالجتها معالجة حكيمة ومعالجة عادلة تقر بالحقوق وتعطي الحقوق لأصحابها، وتحاول أن تحل هذه المشكلة بأقل إشكالات ممكنة. القوات المسلحة أعلنت عن قتيلين وعدد من الجرحى،
ولا يوجد معلومة عن خسائر الطرف الآخر رغم سخونة المعركة وتنوع الأسلحة فيها وطول الفترة الزمنية للأحداث في ثلاث مناطق مختلفة من الخرطوم. انتهى ما وصف بالتمرد المحدود لجهاز الأمن، وبنهايته قد يفتح فصل جديد يتعلق بما بعد الحدث. فهل تشهد المعادلة الأمنية في السودان توازنات مختلفة؟ هذا ما سيتضح في مقبل الأيام. تيجان خضر، التلفزيون العربي، الخرطوم. تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن وزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا من أجل مباحثات حاسمة يحضرها ممثلون من البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية بهدف الوصول إلى اتفاق على قواعد ملء سد النهضة وتشغيله. سد النهضة، سد عملاق سيلتهم مياه النيل الأزرق. مفاوضات مضنية ماراثونية بين مصر وأثيوبيا والسودان استمرت 9 سنوات من دون الوصول إلى حل. الدول الثلاث المستفيدة الأكبر من مياه النيل الأزرق تجتمع في أمريكا. واشنطن والبنك الدولي يلعبان دور الوسيط. أثيوبيا بلاد المنبع، تدافع عن التنمية، تبني أحلاما، مشاريع كبيرة واستثمارات ضخمة. بناء السد يخالف القوانين تقول مصر، ينتهك الأمن والسلم في مناطق جريانه، فالجداول والسواقي ستجف. السد العملاق يهدد مصادر حياة المصريين، الري في خطر. الاتفاقيات السابقة لم تثني أديس أبابا عن العدول عن بناء السد. هو حق مشروع لها، تأمين فرص عمل ومشاريع كبيرة. رئيس الحكومة الأثيوبية أبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام يلوح بالحرب، سيرد الصاع صاعين لمن يقف في طريقه. القاهرة حائرة، أي الأبواب تطرق، حتى بعض الاتفاقيات السابقة كاتفاقية عنتيبي عام 2010 قد لا تكون في مصلحتها. تلوح القاهرة بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية إذا تعثرت الوساطة. السودان المستفيد المتضرر يحضر الاجتماعات. الخرطوم ستحصل على الكهرباء بسعر رخيص، إلا أن نصف مليون فدان من أراضيها ستغمره المياه. تسعى الوساطة الدولية والأمريكية لإيجاد حل مرض لجميع الأطراف، حل ربما يقلل من حجم مساحات الجفاف المتوقعة في مصر. في الساعة الأخيرة بعد قليل، فرنسا وألمانيا تأملان في إحراز تقدم في مباحثات برلين بشأن ليبيا الأحد المقبل. أهلا بكم من جديد، وهذا تذكير بأبرز العناوين. 15 قتيلا على الأقل في ريف إدلب في قصف روسي رغم سريان وقف إطلاق النار المتفق عليه بين أنقرة وموسكو. روحاني يحذر القوات الأمريكية والأوروبية في المنطقة، وفرنسا تدعو طهران إلى الموافقة على محادثات حول اتفاق نووي جديد. والآن إلى فقرتنا المغاربية مع زميلنا نضال الأحمدي. شكرا جزيلا لك رويدة. أهلا بكم. عبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن رغبته في أن يكون مؤتمر برلين لبحث الأزمة في ليبيا مفيدا، وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيقرر في الأيام المقبلة ما إذا كان سيحضر الاجتماع المزمع عقده الأحد القادم. في الوقت ذاته قالت الخارجية الألمانية إنها تأمل في إحراز تقدم في محادثات السلام الليبية، كما أحجمت برلين عن تأكيد ما إذا كان فايز السراج وخليفة حفتر سيحضران قمة السلام الليبية.
من جانبه أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الإربعاء عن أمله في تحقيق حد أدنى من التوافق الدولي الأحد خلال مؤتمر برلين حول السلام في ليبيا، والتي تشهد حربا منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل 8 سنوات. أكد أيضا آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء أسامة جويلي التزام قوات الوفاق في طرابلس بوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن ذلك لا يعني عدم الرد على الاعتداءات حسب قواعد الاشتباك وفق قوله. مشهد ضبابي يتعلق بوقف إطلاق النار في ليبيا ولم تترجم الهدنة على أرض الواقع بشكل كامل. رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق والتابع لحفتر قال إن الاتفاق التركي يهدف إلى دعم ما أسماها الميليشيات المسلحة واستكمال نهب ثروات ليبيا. من ناحية أخرى قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن سفارة الإمارات لدى موسكو ساهمت بقوة في عرقلة وقف إطلاق النار، وقال إن القائم بالأعمال لدولة الإمارات كان ضمن وفد حفتر في جلسات التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في موسكو. أما آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء أسامة جويلي أكد التزام قوات الوفاق بوقف إطلاق النار رغم تسجيل بعض الخروقات في محوري صلاح الدين والرملة، وإلى الشرق من طرابلس تم رصد بعض التعزيزات لقوات حفتر في منطقة جنوب مدينة السرت. معسكر الكرامة الإرهابي ما زال إلى هذه اللحظة يخترق تماما هذه الهدنة. من أول ليلة تم فيها إعلان وقف إطلاق النار يتعامل مع قواتنا، قوات الجيش الوطني لحكومة الوفاق الوطني بالمدافع الثقيلة الحقيقة، الهاوزر والهاون، من أجل استهداف تمركزاتنا. وعقب عودته من تركيا أكد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أن التوقيع على وقف إطلاق النار جاء استجابة لدعوة السلم التي لا تقل شجاعة عن دعوة الحرب على حد وصفه. حفتر إذا ذهب إلى مؤتمر برلين بدون توقيع سيكون موقفه ضعيفا بكل تأكيد، وستكون الحجة عليه أقوى، ولكن ربما تنجح الضغوطات الروسية على حفتر وعلى داعميه المحليين والإقليميين. ويرى عدد من المراقبين للوضع الميداني أن وقف إطلاق النار سيحقق إنجازا كبيرا لحكومة الوفاق التي تمكنت من ردع قوات حفتر عسكريا وبعثت برسائل للعالم أن حقن دماء الليبيين هو أولوية لوضع أسس الشراكة بين جميع مكونات الطيف السياسي في البلاد. لا تزال حالة الترقب هي السائدة هنا في العاصمة الليبية طرابلس رغم تسجيل بعض الخروقات في عدد من محاور الاشتباكات. إلى ذلك ينتظر الليبيون ما ستؤول إليه مفاوضات التوقيع على وقف إطلاق النار والمضي قدما في مؤتمر برلين. صلاح الدين مقعاش، العربي، طرابلس. في الشأن الليبي أيضا قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب التطورات في ليبيا، وذلك قبل أيام من قمة برلين. ومن جهته قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن فريقا تركيا للتدريب والتعاون يعمل الآن في ليبيا، مؤكدا أن أنقرة ما زالت تبذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار فيها. وذكر أكار في لقاء بممثلي وسائل الإعلام التركية أنه من السابق لأوانه الحديث عن انهيار وقف إطلاق النار في ليبيا بعد رفض خليفة حفتر توقيع اتفاق هدنة خلال محادثات أجريت هذا الأسبوع في موسكو. ومعنا من طرابلس عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة. سيد كرموس، بداية هل سيشارك فايز السراج في هذا المؤتمر الأحد المقبل، خصوصا وأن الدعوة وجهت لكن الحذر ما زال قائما؟ بصفتك عضو المجلس الأعلى لابد أن لديك المعلومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك أخي الكريم وتحية للإخوة المشاهدين متابعي قناتكم. طبعا السيد فايز السراج وفقا للاتفاق السياسي هو الرئيس المجلس الرئاسي وهو الممثل الشرعي للحكومة الليبية وللشعب الليبي، فبالتالي دعوته هي دعوة قانونية لحضور محفل مثل هذا. لكن ما نستغربه هو دعوة مجرم حرب حفتر لمثل هذا اللقاء وهو ليس لديه أي صفة قانونية تخوله حضور محفل دولي مثل هذا. بمعنى أن فايز السراج سيذهب إلى برلين أم لا؟ هل تقرر الأمر أم لا؟
والله أنا عضو مجلس أعلى للدولة ولست عضو مجلس رئاسي، لكن أعتقد أن السيد فايز السراج سيشارك في مؤتمر برلين. طيب سيشارك فايز السراج، ولكن لا يبدو أي معلومة من جهة خليفة حفتر. هل هناك بوادر إيجابية في تعامل حفتر وفريقه مع هذه المفاوضات رغم العودة من موسكو دون التوقيع، ولكن هناك حديث عن ربما إيجابيات أو توقعات خلوص هذا المعسكر أو هذا الفريق إلى التوقف عن الحرب والذهاب إلى هدنة؟ طبعا بالتأكيد نحن في طرابلس كحكومة وفاق أو كمجلس أعلى للدولة همنا الأول والوحيد هو حقا دماء الليبيين ورفع المعاناة عن المهجرين وأيضا عودة التلاميذ إلى مدارسهم. هذه المعاناة نحن نعيشها يوميا في طرابلس من خلال مشاهدتنا للجرحى والمبتورين وأيضا للمهجرين الذين يقيمون في المدارس التي حرم الأطفال من ولوجها. هذا الأمر هو ما دعانا إلى قبول وقف إطلاق النار عندما طلب من حكومة الوفاق وأعلنت حكومة الوفاق قبولها لوقف إطلاق النار. في ذات الوقت كان هناك رفض شديد من مجرم حرب حفتر لأي وقف لإطلاق النار، وهذا ما عهدناه عنه منذ بداية اعتدائه على العاصمة منذ تاريخ 4/4، وهو يرفض أي مبادرة لحل سلمي، يرفض أي مبادرة إنسانية، رفض الهدنة التي تقدمت بها بعثة الأمم المتحدة، وهو مصر على استمرار الحرب سعيا منه كما يزعم إلى تحرير العاصمة من الإرهاب، وهذا الزعم الذي العالم كله لم يعد مقتنعا به. نتيجة الضغط الروسي على ما أعتقد، وهذا الظاهر فعلا، امتثل حفتر إلى وقف إطلاق النار وأعلن منذ ليلتين وقف إطلاق النار، لكن هذا الوقف لم يكن مرفقا بتدابير أو بضوابط لتحديد من يخرق هذا الوقف، فبالتالي كان وقف نظري تم إعلان عليه من قبل الطرفين، لكن واقعيا لا يوجد من يراقب من يخترق هذا الوقف، وبالتالي شاهدنا في اليوم التالي اتهامات من قبل. شكرا جزيلا لك عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة، كنت معنا من طرابلس. في تونس أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان أنها أعدت مشروع لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي: لاحظنا تجاوزات وسوء إدارة، معتبرة أن أحدث هذه التجاوزات تتمثل في الزيارة التي قام بها الغنوشي إلى تركيا والتي شهدت لقاء مغلقا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. من جهته انتقد الناطق باسم حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي مبررات الكتلة لسحب الثقة، وأكد أن إثارة هذا الموضوع تقف وراءه جهات شغلها الأساسي مناكفة الحركة ورئيسها. الآن عودة إلى بقية أخبارنا مع رويدة. شكرا لك نضال. أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي تكليف النائب آدم شاف بالإشراف على فريق المدعين في المحاكمة الهادفة إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقاد شاف وهو مدع عام فيدرالي سابق في كاليفورنيا قضى تحقيق البرلماني في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون والذي أسفر عن اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة. إن هذا الموضوع يخص دستور الولايات المتحدة، ومن المهم للرئيسين ترامب وبوتين أن يعلما أن الناخب الأمريكي هو من يختار رئيس البلاد وليس فلاديمير بوتين في روسيا. أنا فخورة اليوم لتقديم الشخصيات الموثوقة التي ستتولى إجراءات مساءلة الرئيس وعزله. هناك أدلة تؤكد وجود شهود ووثائق، وستشهدون تغيرا في مجلس الشيوخ. آمل أن يحدث ذلك من أجل نفع البلاد واحترام دستوره. في المقابل رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ووصف ترامب عبر تغريدة على صفحته على موقع تويتر، وصف محاكمة عزله أنها خدعة دبرها الديمقراطيون.
والآن عودة إلى زميلتنا دانيا أرشيد وفقرة الإعلام الجديد. إليك دانيا. شكرا رويدة. وتطور جديد في قضية زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم يعيد الموضوع إلى صدارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم القتل القصد سندا إلى المواد 547 إلى 92 أو 229 والتي تنص على أنه لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدافع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محتقا لم يتسبب هو فيه قصدا، شرط أن يكون الفعل متناسبا بالخطر. الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية قالت إن النائبة عون أحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولة منصورة، وصدر أيضا عن مكتب المحامي جابي جرمانوس بوكالته عن الدكتور فادي الهاشم البيان الآتي: لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس. منذ بداية القضية وهناك تباين واضح في ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، فوسيم مثلا يقول: على الأغلب ولإنهاء ما قد تواجهه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تم الاتفاق على أن يتحمل زوجها تبعات تناقض رواية مقتل الموظف السوري في بيتهم، وكي تطوى الصفحة ولا تظهر مزيد من الحقائق التي لا يرغب أحد بظهورها. أما توني فيقول: كل يوم إشاعة وخبرية، في قضاء عم بحقق الحادثة. بالنسبة لنانسي عجرم والدكتور فادي الهاشم هن الناس دافعوا عن بيتهم وولادهم طالما القضاء بعد ما قال غير هيك. قصتنا الثانية لليوم هي عن شغف أصاب بعض الموسيقيين، ولكنه بعيد كل البعد عن الآلات الموسيقية ولكن قريب من صناديقها، حيث قلدوا طريقة هروب الملياردير اللبناني الأصل كارلوس وصن الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان، والذي فر من اليابان إلى لبنان باستخدام صندوق آلة موسيقية. الفكرة هي بمحاكاة ما قام به غصن ومحاولة الدخول في صندوق الآلات الموسيقية، طبعا الكبيرة منها كما تشاهدون في هذه الصورة. وردا على هذه الصور قالت شركة ياماها اليابانية للأدوات الموسيقية على تويتر: إنه لتجنب أي حادث مأساوي ينبغي تجنب القيام بمثل هذا التحدي، لأن هذه الصناديق والآلات الموسيقية مصممة فقط لغرض آخر، ولذلك نرجو استخدامها بشكل صحيح. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال تتحدث كيف تمكن غصن بالأصل من الاختباء في صندوق الآلة الموسيقية، فأحدهم يسأل: كيف الوضع في صندوق التعبئة؟ أما فيصل فيقول: في جميع مطارات العالم يوجد جهاز الأشعة الذي يجب أن يمر من خلاله كل شيء حتى المسافر، فما بالك بصناديق الآلات الموسيقية. نهاية فقرة الإعلام الجديد لهذا المساء. شكرا لطيب المتابعة وبالعودة إليك رويدة. شكرا لك دانيا. قتل أكثر من 130 شخصا في أنحاء متفرقة من باكستان وأفغانستان خلال الأسبوعين الماضيين بسبب سلسلة انهيارات ثلجية وعواصف ضربت المنطقة، وأدى الطقس العاصف إلى مقتل 93 شخصا على الأقل وجرح 76 آخرين في مختلف أنحاء باكستان، فيما قتل 39 شخصا وجرح 60 آخرون في أفغانستان، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين. وتشهد المنطقة أحوال جوية سيئة عرقلت عمل فرق الإنقاذ وقوات الجيش ووصولها إلى المناطق البعيدة. ننهي كالعادة بكاريكاتور اليوم.